صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا مزيانين. مهم كندير لكم هذا فيديو مع سبعونس ديال الصباح. عاتي كنسمع هكا فريخات كي سمعوا سمعوا، قلت غادي نبدا اليوم لا فيديو من الشرجم باش يسمعوا هاد الصويات الغزال. مهم كنتمنى انكم تكونوا مزيانين ومرتاحين. انا يلا فايقه من النعاس، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نفطر بواحد الكونفيتور صوبتو انا نيت ديال الكرموس او الباكور، كل شنو كيقولوا. دونك قلت غادي نفطر به، ومام طون غادي نشارككم الطريقه ديال التحضير ديالو. البنات صراحه كيجي رائع، غير جربوه ما غتندموش عليه. مهم صباحكم مبروك، والله يعطيكم الصحيحه والرزق ان شاء الله باش توقفوا وتنوضوا مع وليداتكم وعائلتكم. نتمنى صباحكم يدوز 5 5 ونهاركم كامل ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا ما تمشيو فين، ندوزو نصوبوا الطريقه ديال الكونفيتور، ندوزو نصوبوا الكونفيتور. توشي عليا حتى صوتي غيجيكم شكل البنات، راه يلاه فايقه من الناس. يلا معايا على غزالة ديالي. بالنسبة لهاد الكرموس كنحتاجو هاد الباكور او الكرموس، بالنسبة لهاد الكونفيتور مديوش عليا البنات فيق بكري، كنحتاجو هاد الكرموس او الباكور اللي دابا متوفر البنات. بالنسبة لهذا، هذا ديال العروبية الصراحة البنات، هكا هاد الزراج اللي جايبدو من الكرمة بيديه، الحلو حلو بحال العسل البنات، راه متوفر دابا كاع عند مالين ديسير جايبينو. يعني كنحتاج البنات واحد الكمية، وكنقطعها هكا طريفات صغيورين. انا هذا راه كان عندي في الكونجيلاتور، جبتو وقطعتو طريفات صغار. هنا البنات عندي جهد واحد كيلو ونص، وعندي تما كيف كتشوفوا معايا نص حامضة اللي غادي نحتاج معاه ان شاء الله. كيف قلت لكم البنات، مهم كيلو ونص ديال الكرموس او الباكور، كل وشنو كيسميه انا ما عرفتش، على حسب المدن حتى حنا كل مره وشنو كنقولوا له. صافي، وعندي ديك نصيص حويمضه البنات، وصافي غادي نحتاج معاه سكر سنيده. طريقه جد سهله، كناخذ طنجره البنات اللي كتكون غير كتغطى، ماشي طنجره ديال الضغط، يعني زعما كاينه الكوكوت ولا شنو. وكناخذ البنات حامضه، نص حامضه باردون، وكنعصرها من الفوق، وكناخذ ثلاثه الكيسان ديال السنيده تلعنبه. انا نحاول نعطيكم بالعنبه باش يجيكم سهل. ثلاثه الكيسان البنات ديال السنيده بالعبار. اول حاجه البنات ضفت ديك السنيده على داك الكريمسات، على داك نص حويمضه عصرتها، غادي نميلونجي كلشي حتى غنحس بالسنيده دخلت ليا في الكرموس كامل، ارجع لكم. وهنا غزالات ديالي، انا خليت واحد نص ساعه حيت ديجا كان في الكونجيلاتور، دونك السنيده طلقات الماء ديالها وهو طلق الماء ديالو. نتوما الا بغيتو تخدمو به ديك الساعه زيدوا له واحد نص كاس ديال الماء. هانتوما البنات كيلو ونص ديال الكرموس فيه ثلاثه الكيسان ديال العنبه ديال السنيده، دونك راه ما غايجيش حلو بزاف، كيجي رائع البنات ونص حامضه. غنخليه حتى يطلق مزيان داك الماء اللي فيه، وغادي نحطو ان شاء الله الرحمن الرحيم فوق بوطه مهيله ونغطي عليه حتى رجع معاكم. اي فوالا غزالات ديالي، انتما كتشوفوا انه بدا كيغلى، يعني بدا كيغلى ويعاود يغلى ويعاود. غادي نعاود، ما غنحركوش دابا، غادي نعاود نحط فوق منه الغلاقه ديال الطنجره، وغادي نخليه يغلى ويعاود، وانا ناقصه البوطه البنات ونرجع لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما الغزالات، شوفوا تالي نكال ليا الماء ونقص. دونك الهدف ديالي انني ما نخليش فيه الماء، نخليه معلك ولكن ما نخليش فيه الماء، حيت داك الماء كيخليه كيخسر مع المده في الثلاجه، ما كيبقاش مده طويله. دونك انا غادي نحاول دابا نحركو مزيان من بعد ما نشف شويه من الماء، حتى كنوصل البنات لهاد القوام هذا كيف كتلاحظوا معايا، انه ما كيبقاش فيه الماء، كيجي هكا معلك في السكر ديالو. وغادي نطفي عليه ان شاء الله ونخليه يبرد. وهنا الغزالات ديالي، من بعد ما برد ليا انا قمت بالطحن ديالو. الا نتوما بغيتو انكم تحتفظوا به هكا طريفات مزيان، انا ما كياكلوش ليا الكونفيتور طريفات، دونك انا طحنتو نشوفو الشكل النهائي. ايونفا الحادقه ديالي، هذا هو الشكل النهائي الكونفيتور. الصراحه كيجي رائع، احسن من اللي كنشريو. ما نكذبش عليكم باش ما نكونش كذابه، حتى انا كنشريه بليزيوغ فوا من الزنقه، مي ملي كيكون مصوب في الدار كيكون عنده واحد الطعم خاص، والاكثر افاده انه بدون مواد حافظه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، حنا فطرنا به هذا الصبيح، حاجه رائع، غير جربوه ما تندموش عليه. وكوبيزو الى عجبكم لا فيديو، ما تنساوش بارطاجيو مع لا فامي ويا زامي. اكيد البنات الكرموس دابا موجود، علاش لا الواحد ما يجربش بحال هكا، وكونوا اكيدين انه غيعجب العائله والوليدات. يلا نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، باي باي.